السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم في قناه حلويات صفاء. كنتمنى ديما تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي نقدم لكم فطائر اللي كتجينا قطنيه جدا بعجينه سحريه ذهبيه اكثر من رائعه، كتجي هشيشه بزاف والمذاق كيجي اكثر من رائع بحشوه جدا بسيطه وسهله. فكنتمنى ان هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. فبسم الله على بركة الله، أنا أول حاجة بديت بها هي الحشوة. إذا خديت هنايا مقلاة وضعتها على نار اللي تكون متوسطة ودرت فيها شوية ديال زيت الزيتون. من بعد غادي نزيد واحد البصلة وحدة اللي عندي مشلضة أولا مقطعة المكعبات، ثم غادي نضيف كمية من الكفتة، غادي نشحرهم مع بعضياتهم، ثم غادي نبداو كنتبلوهم. غادي ندير هنايا شوية ديال الإبزار أولا الفلفل الأسود، غادي نزيد شوية ديال السكينجبير أولا الزنجبيل، غادي نضيفو الملح وشويه ديال التحميره اولا البابريكا، شويه ديال الخرقوم، صافي. وغادي نحرك هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم. بطبيعه الحال هنا ممكن تزيدوا الجزر اولا تزيدوا القرعه اولا تزيدوا اي خضره نتوما باغينها وكتعجبكم وكتعجب وليداتكم، فممكن تضيفوها. انا اكتفيت فقط بالبصله وبالكفته، فصافي خليت داك البصله انا والكفته حتى تشحروا لي مزيان وطابت لي الكفته مع البصله. ثم زدت شويه ديال صلصه الطماطم، ممكن تستعملوا كذلك الطماطم اللي تكون طريه، وغادي نضيف شويه ديال المعدنوس، صافي. وغادي نطفي على الحشوه ديالي وغادي نخليها على جنب كتبرد بينما حضرنا العجين. فبالنسبه للعجين فانا غادي نحتاج لواحد الاناء وغادي ندير فيه كاس ديال الحليب يكون دافي، كاس ديال الماء دافي، وغادي نضيف نص كاس ديال الزيت المائده، ملعقه كبيره من الخميره حبيبات، ملعقه كبيره من السكر، وملعقه صغيره من الملح. ثم غادي نضيفو بياض بيضه والصفر، نحتفظوا به للاخير للتزيين او للدهن الفطائر. غادي نخلط هاد المكونات مع بعضها جيدا، نخلطوا السوائل مزيان. ثم غادي نبداو باضافه الدقيق، انا غادي نحتاج تقريبا 650 غرام من الطحين، غادي نضيفو الطحين وحنايا تنعجنو. دائما في اي وصفه عمركم تزيدوا الطحين دقه واحده، واخا كيكون معبور اولا بالحساب اولا بالميزان، فمن الاحسن تبقاو تزيدوه شويه بشويه لحقاش كتختلف النوعيه من الطحين الاخر. فصافي انا هنايا بقيت كنجمع العجين ديالي، ملي تنجمعو غادي نحطو هكا فوق طاولة العمل، وغادي نحاول ندخل داك المكونات كاملين مع بعضياتهم حتى كنحصلو على عجينة اللي كتكون ملساء ومتجانسة. ما غاديش ندلكوها بزاف، فقط غادي نجمعوها وكنحصلو عليها هكا. صافي كنعاود ندهن الإناء ديالي بشوية ديال الزيت ونحط فيه العجينة ونغطيها ونخليوها حتى كتخمر وتضاعف الحجم ديالها. تقريبا أنا هنايا خدات لي 45 دقيقة باش خمرات. صافي من بعد ما خمرت لي العجينة خديتها وضعتها فوق الطاوله وغادي نقطعها القطع. هنايا هاد العجينه هادي انا قطعتها ل 10 ديال القطع، تقريبا عندي كل قطعه فيها 115 غرام تقريبا. صافي غادي نكورهم بهذا الشكل هذا وغادي نحطهم على جنب ونخليهم يرتاحوا واحد شويه، غير واحد شويه يعني واحد 5 ديال الدقائق باش يعطوني الطعم من بعد انني نطلقهم بكل سهوله. فمن بعد كناخذ اول كره شكلتها وغادي نبدا نطلقها هكا بالمدلك، ودائما نديرو شويه ديال الطحين لشناها كتلصق لنا. صافي كنطلقوها بهذا الشكل هذا كتكون شويه رقيقه، ومن بعد كنقطعوها كيف ما موضح في الفيديو، يعني الفيديو يشرح لكم اكثر بهذه الطريقه هذه بدون ما نوصلوا اننا الوسط نقطعوه. صافي وغادي ندير الحشوه في مثلث واحد بهذه الطريقه هذه. غادي نزيد كذلك شويه ديال الفرماج اولا شويه ديال الجبن، ممكن تستعملوا اي فرماج عندكم، يا اما المحكوك يا اما هكا كيف درت انا شرائح يعني اللي متوفر. وغطيت بالعجينه اللي مقابله المثلث اللي عمرته، ودائما ضغطوا على الجناب مزيان بحال باش من بعد ما تخرج لناش الحشوه وتحل لنا الفطيره في الفرن. غادي نقطع الجنيبات هكا كيف ما كتلاحظوا بالجراره بدون ما نوصلوا للاخر، وغادي ناخدو كل شريط وكنلفوه حول نفسه وكنلصقوه في الاخير ديال الفطيره اللي عمرنا اولا داك المثلث اللي عمرناه وغطيناه. وبنفس الطريقه خديت عاوتاني من الجهه الاخرى وكنلويه بهذا الشكل هذا، تنلفو على نفسه وتنلصقو
وغادي نكمل بنفس الطريقة. يعني كل مرة كناخد شريط من الجهة المقابلة، يعني خديت من هاد الجهة، المرة الأخرى غادي ناخد من الجهة الأخرى وتنكمل بنفس الطريقة. عملية اللي هي سهلة جدا، والفطائر كيجي شكلهم أكثر من رائع، كيجيو مزيونين بزاف. فصافي غادي نكمل بهذا الشكل هذا. والأشرطة الأخرين غادي نحاول نجمع بيهم كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل، باش ما تيبقى الوجه ديال الفطيره كيبقى لنا مزيون، ما كيبقاش كيبان هكاك شكلو عشوائي. صافي في الاخر كنزول داك الزايد ديال العجين بالجراره كيف ما كتلاحظوا. صافي وغادي نحاول نضغط على الجناب بهذا الشكل هذا مزيان، بحال باش منين ندخلوهم للفران ما يتحللناش. صافي هنايا يعني بعد ما ساليت الشكل كامل ديال هاد الفطائر هادو، يعني كنبقاو معاهم بنفس الطريقه حتى كنساليوهم. من بعد خديت داك الصفار البيضاء ضفت عليه الحليب، يعني خففته مزيان بالحليب، وضفت شويه ديال الملحه باش هكا ملي ندخلو للفران يعطوني داك اللون المحمر الزوين. صافي غادي ندهن الفطائر ديالي، وفي هاد الاثناء انا راني شاعله الفران على 200 درجه، النار من الاسفل ومن الفوق. غادي ندخلو الفطائر ديالنا مده تقريبا ما بين 20 حتى 25 دقيقه، من بعد ما نكونو زيناهم هكا شويه بالجنجلان. وتيبقى هاد الخطوه هادي اختياريه، ممكن تزينهم بالجنجلان او لاي حبوب عندكم، ولا تخليوهم كيف ما هما. صافي كيف ما قلت لكم ندخلهم للفران حتى كيتحمروا لي ويطيبوا، كياخذوا هذا اللون هذا الزوين الذهبي الجميل. صافي وكنخليهم يدفاو وتنقدموهم بالصحه والراحه. يعني فطائر اللي تيجيونا خفافين بزاف كيف ما كتشوفوا، هشاشين وقطنين، وكيستحقوا التجربه. واكيد الا جربتيهم ودرتيهم لوليداتك ولعائلتك فاكيد وكوني متاكده ان كلشي غادي يشكرك عليهم وكل شيء غادي يحماق عليهم. فكنتمنى فعلا انكم تجربوا هاد الفطائر هادو وينالوا اعجابكم وينالوا اعجاب الاهل كاملين. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه، نتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله بحول الله. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله.